هي تؤكد أن تونس أوفت بكل تعهداتها بعنوان خدمة الدين العمومي للسداسي الأول من السنة الحالية. توقيع اتفاقية تعاون إطارية تونسية إيطالية لتوفير 2000 فرصة توظيف لفائدة الشباب على مدى 3 سنوات. قصف إسرائيلي عنيف على عدة مناطق في قطاع غزة، وتعمق الانقسامات داخل الكيان الصهيوني حول اليوم التالي للحرب على غزة. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسعدت أوقاتكم بكل خير. خصص مجلس وزاري عقد اليوم بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل. وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري قدم عرضا حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبينا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية. ومثل نشرة اللجنة التونسية للتحاليل المالية والقطاع البنكي محور لقاء جمع اليوم رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري. اللقاء تناول كذلك البنوك ذات المساهمة العمومية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول من هذه السنة، إلى جانب علاقة تونس بمختلف المؤسسات المالية الدولية. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وستمكن الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون المبرمة بتاريخ 16 من مايو الماضي من تعبئة مبلغين بالعملة قدرهما على التوالي 156 مليون يورو و16 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024. وزيرة المالية سهام البغديري نمصية أكدت أهمية هذا القرض ومداخيله بالنسبة إلى توازنات السيولة لشهر جويلية الجاري، والذي يتضمن عديد التعهدات وإمكانية مساهمته في استقرار احتياطي العملة. تعبئة القرض بالعملة لدى البنوك المحلية يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أن هذا القرض يمكن أن يساهم في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج. السحب بالنسبة لهذا القرض سيكون مرة واحدة، وأحنا القرض ذي راه تم أخذه بعين الاعتبار على مستوى احتساب السيولة لشهر جويلية، واللي شهر جويلية فيه تعهدات، وهذاك علاش معناها القرض هذايا المبلغ نتاعو مهم جدا. كما أكدت وزيرة المالية من جهة أخرى أن تونس أوفت بكل تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي للسداسي الأول من سنة 2024 والبالغة 11.6 مليار دينار، كما تم سداد 54% من خدمة الدين الخارجي. خدمة الدين بالنسبة لسنة 24 نحب نقول راهو تونس سددت كافة التزاماتها المستحقة خلال السداسية الأولى من سنة 24 بعنوان خدمة الدين العمومي، والتي بلغت 11.6 مليار دينار. ونجم نقول لكم اللي إلى حدود موفى جوان 24 تم تسديد 54% من خدمة الدين الخارجي، أي أننا سددنا 6.6 مليار دينار من مجموع 12.3 مليار دينار، وهذا يفوق 50%، وإحنا ما زلنا كي كملنا السداسي الأول. يعني أنه بالنسبة على مستوى سداد القروض تونس أوفت بتعهداتها، ونحب نطمنكم.
وفي سياق متصل أودع عدد من النواب عريضة لدى مكتب البرلمان لعقد جلسة حوار مع الحكومة لمساءلتها حول السنة المالية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على البدء في تنفيذها، وفق ما أكده رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات للأخبار. وبين عويدات أن السبب وراء طلب جلسة الحوار هو مساءلة الحكومة حول مدى تنفيذ الأهداف المرسومة للميزانية ومدى إمكانية تحقيق جملة الإصلاحات المتفق عليها. هذه رأي عليها طلب حوار مع الحكومة، مجموعة من النواب قدموا العريضة هذه وقاعدها في المكتب الضبط. هي جلسة عادية للحوار مع الحكومة باش نشوفوا، احنا تقدمنا في الزمن تقريب نصف سنة في تنفيذ الميزانية باش نشوفوا وين وصلنا في تحقيق الأهداف المرسومة، قد نجم الحق ونسبة 2.1% سنة ولا لا. احنا إلى حد الآن ما هذا الإحصاء يقول احنا عملنا 0.2% باش نشوفوا أحكام الميزانية ويعني العمل على أنه نعبيه الموارد ونفريه المالية العمومية بتكثيف العمل في الفصفات، بإصلاحات في النقل، بإصلاحات في المجال الصحي وفي مجال الشركات الوطنية. هذا يكون باش نشوفوه من خلال الحوار مع الحكومة، هذا شنو طالبين مجموعة من النواب. في إطار أشغال مؤتمر لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية، أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغ السبعي أن مبادرة جسور التجارة العربية الإفريقية ستمكن من ربط تونس ببقية الدول العربية والإفريقية لفتح أسواق تجارية جديدة. مبادرة جسور التجارة العربية الإفريقية هي مبادرة هامة جدا بالنسبة لنا نحن، على خاطر تخلينا نركزوا على الميزات نتاعنا والإيجابيات نتاعنا كدول عربية باش نحاولوا نربطوا ما بيناتها، ولكن تنقصنا برشا آليات كيف مثلا آليات ضمانات التبادل التجاري، وإلا تنقصنا زادة انفستمنت في البنية التحتية والتمويل كيفاش يمشي. الهدف نتاعه هو تحسين البنية التحتية، تحسين النقل، ونحسنوا التبادل التجاري الدول الإفريقية. في سياق متصل، أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط تقدم أشغال إنجاز الطريق السيارة التي ستربط بين تونس ومختلف دول المغرب العربي، مشيرة إلى أن الطريق سيربط في مرحلة ثانية الدول العربية بعدد من الدول الإفريقية. طريق سيارة كبيرة هي السيارة المغاربية، تونس قاعدة تتربط بها وصلت البوسان، مازالت عنا بين البوسان والحدود الجزائرية. الطريق المغاربية هذه طريق سيارة باش تربط بين المغرب العربي كل، الجزء المخصص للجزائر كمل، قاعد جزء صغير من عنا نحن بشكل ولي ثم ربط بين الدول المغاربية، وبتبيعة باش يهبط بشوية بشوية هذيك حتى الدول الأخرى من أفريقيا. هذا نحكي على البنية التحتية الطرقات سيارة، خاطر نحبوا نحكموا على التبادل التجاري البري. نشير زادة حدودنا مع أشقائنا الليبيين، كيف قاعدين نحسنوا في الطرقات نتاعنا باش تكون كثير وتنجم تهز أكثر وتستقبل أكثر إذا كان نحن ماشيين في أكثر تبادل تجاري مع ليبيا. بالنسبة للمطارات عنا زوج مشاريع توا دراسات منتهية، هي توسعة ميناء رادس، وعنا تعرفوا الميناء انفيذة زاد دراسات وحاضر، ولكن نستنى في شوية وقت باش قريبا يبدأ. تعهدت مؤسسة اقتصادية إيطالية مختصة في مجال البناء والأشغال العامة بتوفير 2000 فرصة عمل لفائدة الشباب التونسي على امتداد 3 سنوات، وذلك بمقتضى اتفاقية تعاون إيطالية تم توقيعها اليوم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة والجمعية الإيطالية إليس. رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر جمالي أوضح أن وزارة التشغيل ستتولى خلال الأسابيع القادمة فتح طلب عروض للشباب الراغبين في العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية المعنية، مبرزا أن شروط الترشح تتمثل في أن يتراوح سن الشاب بين 18 سنة و34 سنة، وأن يكون مختصا في إحدى مجالات البناء والأشغال العامة، وأن يكون مسجلا في إحدى مكاتب التشغيل. دخل عمال الشركة التونسية للسكر بباجة في اعتصام مفتوح منذ يوم السبت الماضي بعد قرار وقف الإنتاج احتجاجا على تردي وضعية المؤسسة، متوجهين بنداء إلى رئيس الجمهورية لإنقاذ الشركة. فاتن التجاني.
بنداء استغاثة لرئيس الجمهورية توجه وبكل مرارة تحدثوا عن وضعية الشركة. هم عدد من عمال الشركة التونسية للسكر بباجة المعتصمين منذ يوم السبت. اليوم احنا العمال الشركة التونسية للسكر في اعتصام مفتوح على وضعية الحرجة اللي تمر بها الشركة التونسية للسكر. انا نقول يا سيد الرئيس، رأي اللوبيات اللي تحكي عليها اللي موجودة داخل مؤسسة وخارجها نجحت في اغراق الشركة وافلاسها تمام. اليوم الشركة التونسية في وضعية حرجة تماما، ثم فساد في وسط المعمل، والنادو الرئيس الدولة باش يجي يشوف الفساد هذا. رانا وصلنا لحالة كارثية في معمل السكر، نحشنا بالمعمل السكر، رانا نحن تنازلنا على حقوقنا الكل. وتوجه العمال بعد ذلك في مسيرة على الأقدام نحو قصر قرطاج. هذا ولم نتحصل على أي رد من إدارة هذه المؤسسة. شهدت زراعات الصيفية في المساحات السقوية بولاية جندوبة، خاصة منها الخضر والقرعيات والأعلاف، تراجعا ملحوظا نتيجة نقص مياه الري واعتماد الدورة المائية التي اعتبرها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي غير مجدية. في بداية الموسم الفلاحي هبطت المندوبية البلاغ أول تعلن فيه عدم زراعة زراعات صيفية كما الدلاع والبطيخ والفلفل والطماطم إلى آخره، ثم بعد ذلك جاء البلاغ الثاني على التذكير. بطبيعة الحال هذا داخل المنطقة السقوية، المساحات اللي مزروعة الآن موجودة جلها على أبار خاصة، ثم بعض الزراعات اللي موجودة على بعض الأودية كما مجردة كما ملاك. المساحات هذه هي مساحات دون المأمول، ما تفيش بالحاجة سنعمل على الدرجة المنطقوية. عندنا مشكلة في الزراعات الصيفية المتعلقة خاصة بالأعلاف والأشجار المثمرة وما سببته الدورة المائية من خسائر. رهن على زراعات كما المسطورة والفصة، هذوما أعلاف نزرعهم في الصيف يتحشوا يتخزنوا نعوضوا بهم في الخريف. المساحات هذه بعض الفلاحة اللي جازفوا وزرعوا، عملية الإنبات كانت متدنية جدا لا تفي بالحاجة. بصراحة ندد بالدورة المائية هذه، راهي قاعدة تضر ما هيش قاعدة تنفع. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. مع دخول العدوان على غزة يومه 270، أفادت مصادر طبية باستشهاد 31 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وواصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال في عدة محاور من القطاع، وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استهدفت قوة إسرائيلية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وفي الضفة الغربية تجددت الاقتحامات الإسرائيلية واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وطوباس. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال تستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة بعد حصولها على الضوء الأخضر من السلطة السياسية. يأتي ذلك في وقت تشير فيه الأنباء إلى اتساع الفجوة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في الكيان المحتل بشأن الحرب في غزة، فضلا عن تعمق الانقسامات الداخلية حول اليوم التالي للحرب. متابعة للموضوع في التقرير التالي مع ياسين فغالي. أكدت القناة 12 العبرية أن الجيش الصهيوني يستعد للانتقال من مرحلة المعارك البرية والقصف العشوائي في قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة التي تعتمد على القصف المستهدف. كانت هيئة البث العبرية أعلنت أن حكومة الاحتلال منحت الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب، غير أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن اتساع الفجوة بين السلطة السياسية في الكيان الصهيوني وقيادة الجيش. الصحيفة نقلت عن مسؤولين صهاينة تأكيدهم أنهم في الوقت الذي يسعى فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف التي وضعها، يعتقد كبار ضباط الجيش أن الهدنة أفضل طريقة لاستعادة المحتجزين منذ نحو 9 أشهر في غزة، حتى لو أدى ذلك إلى احتفاظ حماس بسلطتها في القطاع. وأضافت الصحيفة أن قادة الجيش يخشون من حرب أبدية في غزة تتأثر
تتآكل فيها طاقات الجيش وذخائره تدريجيا، وهم يؤكدون أن قواتهم بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي قبل خوض حرب برية ضد مقاتلي حزب الله اللبناني، سيما في ظل تراجع عدد جنود الاحتياط الذين يحضرون لأداء الخدمة العسكرية. كما أن الكيان الصهيوني يعاني من الانقسام بشأن اليوم التالي للحرب، وهو ما يحول دون اتخاذ نتنياهو قرارا نهائيا. تعدد السيناريوهات المطروحة والغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع اعتبرها المحللون السياسيون دليلا على تخبط الساحة السياسية الصهيونية وعجزها عن إيجاد مخرج من المأزق الذي وقع فيه الاحتلال منذ بدء عدوانه على غزة. التقرير حول تطورات الحرب في غزة أمنه حاتم كريسعان. وبهذا التقرير نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام بن عمرو، وهذا تذكير بعناوينها. مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل. وزارة المالية تؤكد أن تونس أوفت بكل تعهداتها بعنوان خدمة الدين العمومي للسداسي الأول من السنة الحالية. توقيع اتفاقية تعاون إيطالية تونسية إيطالية لتوفير 2000 فرصة توظيف لفائدة الشباب على مدى 3 سنوات. قصف إسرائيلي عنيف على عدة مناطق في قطاع غزة، وتعمق الانقسامات داخل الكيان الصهيوني حول اليوم التالي للحرب على غزة. دمتم في أمان الله.